طيب سمح العافية، طيب في عيشة حلوة وصافية، طيب سمح العافية، طيب سمح العافية بالخير كمان تروي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام والمستمعون، نحييكم والتحايا مفاتيح القلوب، تحية ندية لطالما كمنت في قلوبنا، تتنسم في لقائكم شذل المسك والياسمين والعنبر، ولد الهدى والكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أتأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. التحية عبركم مشاهدين الكرام، والتحية في سمح العافية نبعثها دائما لكل الشرفاء في أنحاء العالم، ونزعد دائما أن نكون معكم بالجديد والمفيد في سمح العافية عبر قناة وإذاعة الطيبة. سعداء جدا أن نواصل الحوار والحديث في هذه الحلقة التي أردناها مواصلة لحلقة سابقة، والتي خصصناها لموضوع العقم والأمراض الجنسية. ولأهمية هذه الحلقة ولأهمية الموضوعات الكثيرة التي ناقشناها في موضوع العقم وأسبابه والضعف الجنسي وغيرها من المحاور المتعددة والمتشعبة، والاتصالات الكثيفة والكثيرة التي انهمرت على البرنامج في الحلقة السابقة، أردنا ورأينا أن نواصل الحديث في هذه الحلقة عن موضوع العقم والأمراض الجنسية. ويسعدني جدا أن يكون معي في هذه الحلقة للمرة الثانية دكتور عصام الدين عثمان الغزالي، استشاري أمراض الجلدية والذكورة والعقم بمستشفى الخرطوم. أهلا ومرحبا بك دكتور عصام. أهلا وسهلا يا دكتور الباغر. كما نرحب كذلك بدكتور مامون عثمان أحمد نصر، استشاري أمراض الجلدية والذكورة والعقم بمستشفى جياد. فأهلا ومرحبا بك دكتور مامون. عليكم السلام ورحمة الله تعالى دكتور الباغر. كما نرحب بكم مشاهدين الكرام ومستمعين عبر قناة وإذاعة الطيبة، ونسعد جدا بأسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم في موضوع أمراض العقم والذكورة، أو العقم وأمراض الجنسية، عبر أرقام الهواتف التي تظهر في الشاشة. ولمستمعينا 0127 97 77 77، وصفر 120 97 66 66. ولمشاهدينا من خارج السودان إضافة مفتاح السودان 02249. إذن حلقة اليوم واصل الحلقة السابقة، وسنخصص جل هذه الحلقة للاتصالات مع المشاهدين والمستمعين إن شاء الله. دكتور عصام، يمكن نحن تكلمنا في الحلقة السابقة عن العقم، ويمكن أعطينا ملامح، لكن نريد حتى نربط الحلقة السابقة بهذه الحلقة، فنريد أن تعرف لنا العقم تعريفا علميا، تعريفا لغويا، ومن ثم ندلف لتصنيف العقم والتصنيف اللي عندنا في العقم المتعارف عليه في الحقل الطبي. تفضل دكتور عصام. شكرا يا دكتور الباغر. طبعا المره اللي فاتت نحن قلنا العقم هو قسمناه عقم رجالي ونسائي، وعقم مشترك، وعقم من غير اسباب واضحه لم يستطيع العلم او لم تستطع الفحوصات المتوفره حتى في العالم من معرفه الاسباب. فقلنا 40% رجالي و40% نسائي و10% مشترك و10% غير معلوم السبب بتاعه. العقم هو العقم الرجالي، انا اتكلم عن العقم الرجالي، التعريف بتاعه هو عدم القدره على الانجاب عند الرجل خلال عام كامل، برغم الانتصاب برغم الانتظام في العلاقات الزوجيه، مع عدم استعمال موانع للحمل سواء كان عند الرجل او عند المراه. ده التعريف الكامل للعقم، وبالتحديد الرجالي. طبعا في يوجد عندنا عقم ابتدائي وعقم ثانوي. العقم الابتدائي اللي هو الشخص منذ الزواج ما بيحصل اي حمل او بيحصل اي تلقيح. العقم الثانوي هو بعد الشخص ما يلد او يكون والد او يكون عنده اشهاط قبل كده عند الزوجة، بيحصل انه هو ما بيحصل تلقيح او ما بيحصل حمل عند الزوجة، فهو يا اما ابتدائي يا اما ثانوي.
العظمي بأسبابه، لو حاولنا نلم الأسباب بتاعته بنلقاها بتتقسم إلى أسباب كثيرة جدا، وفي الأخير في أسباب غير مرئية أو بنسميها الإيديوباثيك. أول الأسباب اللي هي ممكن نذكرها اللي هي الأسباب الخلل في إنتاج الهرمونات في بعض الغدد الموجودة في الجسم اللي هي بتنظم عملية إنتاج الحيوانات المنوية، سواء كان الغدد موجودة في المخ على مستوى المخ أو الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية وهكذا. تاني الأسباب اللي ممكن تكون لها علاقة أو في حدوث العقم هي الأسباب الوراثية اللي هي بتكون موجودة في الخصيتين. الخصيتين نحن بنعرف إنها هي المكان اللي بيتم فيها إنتاج الحيوانات المنوية، ففي بعض الأحيان أو بيكون فيه أسباب وراثية منذ الوراثة يكون في خلل في الإنتاج، فبتؤدي إلى خلل أو إنه الحيوانات المنوية ما بتطلع أو بتطلع بكميات قليلة أو بتطلع بصورة مشوهة أو وهكذا. ده بالنسبة للأسباب الوراثية أو الموجودة في الخصيتين. برضو هنالك أسباب موجودة في الأوعية الدموية، يعني إذا كان في كثير من الأحيان تكون مصاحبة يكون في دوالي في الخصيتين، الدوالي طبعا لها تأثير سلبي على إنتاج الحيوانات المنوية، برضو قد تكون هي بعض الأسباب. هنالك برضو في شيء شائع جدا وللأسف برضو بمر مرور الكرام اللي هو التواء الخصيتين أو خصية أو خصيتين، يتم دائما بيكون منذ الطفولة أو عند البلوغ لو حصل التواء الخصية تقريبا بتفقد الوظيفة بتاعتها، فده واحدة من الأسباب. الأسباب السبب الثالث خلل في إيصال الحيوان المنوي عند الزوجة لداخل الزوجة لأداء المهمة بتاع تلقيح البويضة، سواء كان خلل في البنية بتاعت الشخص مثلا عدم المقدرة على 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 أداء الوظيفة الجنسية، سواء كان في شلل سواء كان في عطل أو كده، أو إذا كان في ضعف جنسي مع عدم المقدرة إلى إيصال الحيوان المنوي داخل الزوجة. من الأسباب الموجودة كذلك وأسباب الكثيرة جدا جدا هو انسداد في الغنوات الناقلة للحيوانات المنوية، دي أسباب كثيرة جدا جدا لأي سبب التهاب. نحن نضيف إن شاء الله معك دكتور عصام بقية الأسباب، وحتى تحديدا في موضوع الضعف الجنسي ربما نخصص له جزء من هذه الحلقة لأهمية الموضوع. ربما نحن في الحلقة السابقة تطرقنا لموضوع الضعف الجنسي، وده بيقودني دكتور مامون نحن الأمراض الجنسية، وقلنا ده عنوان حلقتنا لليوم إن شاء الله قبل ما نخرج لاتصالات، الأمراض الجنسية وتصنيفاتها. نحن دارين إنك تدينا تصنيف للأمراض الجنسية توزيعها، إذا كانت يمكن في الحلقة السابقة تحدثت عن التصنيف الهرموني العام الخاص، فنريد أن تعطينا تصنيف للأمراض الجنسية. تفضل دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور الباغر. أنا في الحقيقة يعني نحن بنسميها sexual disorders اللي هي الخلبطة أو عدم هنا الجنسي، دائما نحن بنقسمها لقسمين كبار السكسوال ديسوردرز، زي ما قصيتي الحياه الخلقيه اللي هو اناتوميكال، بنقول اناتوميكال حياه تشريحيه، ايوه تشريحيه. والثانيه اللي هي الديسفانكشن الاناتوميكال، اللي طبعا دي للناس اللي اصلا بيولدوا يعني عندهم مشكله، يعني مثلا كلاين فينجر اللي هو عنده مشكله في الكروموزومات، الناس اللي ما معروفين ما معروف نفسه امراه ولا ميل ولا فيميل رجل ولا شنو، الناس بنسميها احنا انترسكس. الانترسكس ده تصنيفه في الطب، ايوه ده تصنيفه في الطب بسموه انترسكس، يعني في ناس كده يعني خلقوا وما معينين ذاتهم شنو، هل هو ميل ولا فيميل، هل هو رجل ولا امراه، في حته في يعني في كم سندروم وكم مشاكل كده دي مدروسه. في الديسفانكشنال اللي هو الديسفانكشنال اللي هو الوظيفي الخلل الوظيفي، اللي هو الخلل الوظيفي ده اللي هو احنا عندنا بنقسمه لثلاثه مجموعات كبيره. المجموعة الأولى تكلمنا عنها المرة الفاتت اللي هو السايكوجينيك اللي هي الأمراض قلنا النفسية اللي هي التنشئة النفسية. الحاجة الثانية قلنا اللي هو الاندوكراين اللي هي كل الغدد، أمراض الغدد شفتها. الميديكال اللي هي طبعا الحاجات اللي لها علاقة بالأجهزة، يعني مثلا أمراض تأثير أمراض الجهاز القلبي وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض وأمراض الكبد وأمراض الكلى، دي تأثير المباشر. دي الثلاثة مجموعات الكبيرة
بعد ذاك في ثلاثة مجموعات ثانية صغيرة احنا مقسمها للنيوروجينيك اللي هي الناس اللي عندهم مشاكل عصبية لا النيوروجينيك مشاكل يعني مثلا حياتها اللوكل يعني مثلا عنده مشكلة في المخ زول عنده ما يعني لا قدر الله وحمان الله عنده شلل مثلا اللي هو عنده نحن بنسميه كاردي باكسل الاكسيدنت اللي هو شلل قلبي أيوة 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 حوادث القلبية المفاجئة أيوة او عنده مشكلة خلل فاسكولر يعني عنده مثلا ناس السكر ناس السكري والحياة زي دي او عنده خلل في نفس الاعضاء التناسلية نفسها يعني البينايل اللي هي بعض مثلا زي البايرونيز ديسيز. فالتقسيم بالطريقة دي ده تقسيم علمي بتقسيم علمي والبايرون ديزيز دي يعني الامراض شنو والله البايرون ديزيز ده يعني بكل يعني اسف لحد الان ما معروف وعملوا فيه دراسات جديده جدا جدا كثيره جدا جدا ولكن لحد الان ما معروف سببه شنو اللي هو عباره عن تتكون بلاك اللي هي ما اعرف شنو عصام البلاك دي زي حاجه كردومه كده في تتكون في في العضو التناسلي او تليف تليف حاجه اللي هي تتليف العضو ودائما بتكون في مؤخره العضو بتاع الرجل ودي دي بتخلي يعني الرجل بيعاني معاناة شديدة. اول حاجه بيكون في ضعف شديد جدا جدا في الانتصاب، اثنين بيكون في الم شديد جدا جدا اثناء الانتصاب، ثلاثه بيكون في التواء حتى ممكن يعني لدرجه انه ما يقدر يمارس حياته الجنسيه بطريقه علميه او بطريقه صحيحه. ف يمكن ده تصنيف تفصيلي ربما نفصل فيه لانه مرتبط بيمكن اي ملف انت ذكرته ده محور قائم بذاته محور قائم بذاته يعني موضوع كبير جدا يعني هي. موضوع كبير جدا انت لو جيت تتكلم عن الميديكال الميديكال بس لو جيت خشيت الميديكال يعني انت عندك كل امراض القلب الكارديو فاسكولار كلها امراض الريسبيراتوري كلها امراض الجهاز التنفسي كلها امراض الكبد امراض الكلى شفتها والامراض الميتابوليك اللي هي الامراض اللي لها علاقه بالسكري و الحياة الداخلة فيها. طيب ممتاز إن شاء الله نحن حنفصل في هذه الحلقة ونأمل إن شاء الله التواصل معنا المشاهدين والمستمعين في أرقام الهواتف التي تظهر في الشاشة وهي 0120 97 77 77 و0120 97 66 66 ونأمل اتصالاتكم حتى من الخارج بإضافة مفتاح السودان 02249 وعنوان الحلقة العقم أو أمراض الذكورة والأمراض الجنسية وتصنيفاتها. دكتور عصام ممكن دارين نزل سؤال يعني هل هنالك علاج للرجال تحديدا طالما نحن نتكلم عن الذكورة بيعانوا من عدم إنزال الحيوانات المنوية؟ أنت أشرت لهذا الموضوع في بداية التعريف أو إنزال حيوانات المنوية بالسائل المنوي أو عدم نزول السائل المنوي كلية، يعني دارين ممكن كيف تعالج مثل هذه الحالات إذا كان السائل المنوي ما بينزل أو كميته ضعيفة أو ما بينزل حتى بالكلية، هل يمكن تعالج عندكم في هذا المجال؟ نعم يمكن لأنه السائل المنوي إذا كان بيتم تكوينه والحمد لله هو طبيعي لكن الخروج بتاعه أو الغصف بتاعه في مشاكل في الغصف بتاعه في هذه الحالة يمكن علاجه. يعني مثلا أنا أديك مثال في بعض الناس اللي بيعانوا من أمراض عصبية أو حتى أمراض السكري أو في أمراض في عنق المثانة الحيوانات المنوية ما بتمشي بالاتجاه الصحيح يطريع بالاتجاه الخلفي يطريع للمثانة فبالتالي يكون في خلل ما يجي حيوانات منوية أو ما يجي سائل منوي في أثناء العملية الوظيفة الزوجية. ففي الحالة دي الناس بياخدوا بيعالجوا الخلل الموجود وفي سواء كان في المثانة أو في غيره ولما نعالج السبب يا إما أنا أخذ الحيوانات المنوية وأعمل بها تلقيح خارجي أعمل أطفال أنابيب أو تلقيح مجهري أو هكذا. الشخص مثلا عنده عطل في الجهاز العصبي أو في النخاع الشوكي وما بيقدر يعمل الأعصاب المسؤولة عن إنزال السائل المنوي فيها عطل في بعض الأجهزة تمت حديثا اكتشافها هي ما حديثا لكن لها سنين يعني فبتم بعض الـ الوخز بالكهرباء في مناطق معينه فبتخلي السائل المنوي يطلع وهم بيستفيدوا منها الان في المراكز بتاعه الخصوبه عشان انتاج الولاده والحمل وهكذا. احنا المحور ده ان شاء الله دكتور عصام سنفصل فيه معك وبقيه المحاور ولكن زي ما وعدنا المشاهدين والمستمعين ان شاء الله احنا سنكثر من الاتصالات ونستمع للاتصالات ونواصل معكم الحوار. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم.
طيب دكتور عصام، ممكن تواصل في معالجة مثل هذه الحالات؟ تفضل. نعم، بالنسبة ل إذا كان نحن قلنا موجود إنتاج والمشكلة في عدم الإنزال، فبالتالي علاجها سهل، يا يعني إما في نوع من التحفيز الكهربائي أو التحفيز الارتدادي، يعني بيجيبوا جهاز ارتدادي بيعمل زبزبات في مناطق معينة في المناطق التناسلية، فالزبزبة دي بتدي إيحاء بإنزال السائل المنوي، وكذلك بعض الصدمات الكهربائية في مناطق معينة بتؤدي للإنزال دي للناس اللي عندهم مشاكل. أما الناس اللي ما عندهم إنتاج حيوانات أو سائل منوي، فأنا لازم أنا عاين أشوف السبب اللي هو خلق المشكلة وأنا عالية إذا كان خلل. ممتاز. طيب إن شاء الله نستمع للتلفونات ونواصل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضلي. الله يخليك. أنا أسأل الدكتور بما أنه بيتحدث عن الأمراض عموما الجنسية، فأنا الحمد لله رزقت وعندي مولودين الحمد لله، لكن هو بيتكلم عن يعني تعاني من جفاف شديد أثناء العملية الجنسية، فما بعرف شوية سمحت هو بيتكلم عن إنه الزباب إنه ما بتنزل المادة السائلة أثناء العملية الجنسية، ومرات بيجيني صداع شديد بعد نهايتها، والحمد لله حاسة إني معافية وشديدة ورزقت الحمد لله بأبناء، بس القصة بشكل مشكلة شديدة يعني. فما عارف عندك كم من الأبناء يا أستاذة؟ عندك كم من الأبناء؟ اثنين. طيب المشكله الرئيسيه اللي بتعاني منها شنو؟ جفاف اثناء المعاشره الجنسيه. طيب ممتاز. طيب ايوه، في سؤال ثاني؟ شكرا جزيلا. شكرا لك يا استاذ. الصداع بعد العمليه الجنسيه الصباع. مرات. طيب ان شاء الله تسمعي الاجابه استاذه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا استاذة، تفضلي. مرحبا، بس هذا الدكتور من حركة الحيوانات، يعني التدخين بيأثر على الحركة والزلزلق لعن التدخين، الحركة بتزيد. حركة التدخين وتأثيره على حركة الحيوانات المنوية. نعم. أغلى يا أستاذ نون، أغلى منه يعني كان بيدخن وبعد ذاك ترك التدخين؟ كان بيدخن يعني حتى لو خلاه كله أو خفف. أيوة. طيب التدخين مدته كم يعني بيدخل له كم سنة؟ كثير زمن طويل يعني. طيب إذا يعني آخر فحص كان حركة الحيوانات 35 إذا كان يعني ساب التدخين. الحركة كانت كم آخر مرة؟ 35. طيب ما ده آخر فحص عمل. طيب كويس، في سؤال ثاني؟ لا شكرا. شكرا لك أستاذنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك أستاذ، تفضل. أنا شاب عندي 35 سنة. ارفع صوتك شوية أستاذ عين. شبيك أنا شاب عمري 35 سنة. أيوة. ما متزوج. أيوة. بس كنت مستعمل العادة السرية كالعادة عندي. أيوة. بعض الأحيان بحصل لي يعني صراع في الوسط. أسألك شنو؟ صراع في الخص. صراع في الخص. هيا نعم. بعض الأحيان ما بحصل سريع سريع يعني. بستسلم الدكاترة وبستسلم إن شاء الله. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أستاذ زين. الله يكرمك. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل أستاذ. معك عبد الرحمن من السودان دكتور. تفضل استاذ عبد الرحمن. الله يكرمك الله يخليك. انا كان عملت فحص بتاع حيوانات منويه وطلع قريب 4 مليون. الحركه فيها بس قال الدكتور قال الحركه يعني في جزء طلع زي الشكل اللي شرخ. ايوه. والحركه بطيئه، الحيوانات كانت تجيب 4 مليون قال 36 ساعه، قال لي شيء كويس ثاني فيتامين كده استعملته. وزوجتي عندها ايصال ايه. الايصال ايه ده يعني
شغالين فيها في عندي تابعين معاها. لكن انا مثلا انا اعرف يعني الدكتور لما رجعت للدكتور قال لي في دواني انا ما عارف انا اتخصصي دواني. قال الدكتور قال لك دواني عندك انت يا عبد الرحمن؟ نعم هاي. الكلام ده قبل كم؟ الكلام ده قبل سنة ونص. سنة ونص. طيب نعم. انت من اتزوجت ليكم كم يا عبد الرحمن؟ اتزوجت لي 3 سنوات. 3 سنة. نعم. طيب قال لك في دوالي. طيب بناء على التشخيص ده ترتبت علي حاجة؟ عملت أي شيء؟ لا ما عملت شيء. وكان ظهرت المرض بتاع زوجتي كان جاب المشكلة بتاع المدرسة كان أصل إيه جاب مشكلة في الكلية الشمال. أنا قلت أصلا إذا لم شيء كان فيه خطوط أنا قلت خدمة العادة في الوقت الرامي ده وغرفة كده يعني ما أعرف هل اللي قدام حيترتب يجيب مشكلة ثانية ولا أنا أتعالج وهي تحمل تجيب تبقى تتوفى هي تبقى لي مشكلة. يعني انت اثرت علاج زوجتك اولا وبعد ذلك تجي لنفسك؟ طبعا نعم. انا مثلا داري يعني مثلا في اثار جانبيه كانت بتكون قدام ولا كيف؟ طيب ان شاء الله سؤالك واضح يا عبد الرحمن. ان شاء الله اخوانا الاطباء يجاوبوك ان شاء الله. نعم شكرا لك. ولو اضطر الامر انك جيتني فخرتوني ان شاء الله احنا نخليك تقابل احد الاطباء الموجودين معنا في الاستديو ان شاء الله. باجي ان شاء الله. اسمع عبد الرحمن باجي ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الرحمن وتحيه لك وتحيه لناس بور السودان. السلام عليكم. نحن يمكن ان شاء الله نواصل الاسئله. الو السلام عليكم. تفضل استاذ. طيب الله يديك العافيه. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه. تفضل يا استاذ الطيب. الله يكرمك. تفضل. الله يكرمك. يا نازل من التدخين. نعم اي التدخين لا تقلل من التدخين المناعه ولا من التدخين يعني انت ضر التدخين واثر على الحيوانات المنويه الانجاب وتاثيرها الحيوانات المنويه انا وقعت ايه نعم. طيب عندك سؤال ثاني يا استاذ؟ طيب شكرا لك. طيب السلام عليكم. طيب نكتفي بهذه الاسئله وان شاء الله نواصل اسئله اخرى. دكتور مامون نبدا معك انت. الاسئله من اخت نسين اتصلت من الخرطوم وتكلمت عن الجفاف اثناء العمليه الجنسيه وهل هذه مساله مرضيه وبعدينك الالم المصاحب لها وبرضو اشارت لوجود صداع بعد العمليه الجنسيه يعني هل هذه مساله عضويه تحتاج لعلاج؟ والله طبعا انا ما اعرف في سؤال اول حاجه بيطرح نفسه العمر المريضه دي قدر شنو؟ إذا كان هي في البيرينج أنجبت 2 هي تكلم لا عمرها هسي حاليا قدر شنو يعني هل هي في البيرينج بيريود ولا ما هي يعني هل هي في الفترة اللي بتنجب فيها وعندها دورة منتظمة وحاجة زي دي ولا خشت في مرحلة المينيبوز اللي هي مرحلة الياس هو بيقولوها سن الياس لكن هي ما تسمى ما صحيحة لكن اللي هي تسمى مرحلة ما بعد انقطاع الطمس زي ما نقول. طيب لما في المرحلة بتاعت طيب انت بعدين ممكن تجيب لهم في كل الحالتين. ايوه اذا 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 في مرحلة انقطاع الطمس عادة بيحصل جفاف في الاعضاء التناسلية وبتكون العملية الجنسية دائما مؤلمة بتكون غير مرغوب فيها. ده شيء طبيعي لانه بيحصل في غدتين هناك اللي هو حاجة اسمها البارسولين جلانس والسكين جلانس اللي هو ديل بيفرزوا حاجة مادة اسمها اللوبريكانت اللي هي المادة المسهلة للعملية الجنسية اللي هو سائل لزج بيتفرز اثناء العملية الجنسية. ودير الغدتين دي دائما موجودات في الاعضاء التناسليه الخارجيه. فنسواننا هنا في السودان ورجعنا للموضوع الاساسي اللي تكلمنا عنه قبل كده اللي هو موضوع الختان. بعدين كان داير في الحته دي مثلا الالم المصاحب هل هي قبل الهنايه تبقى مساله مرضيه؟ والله طبعا دي واحده من مشاكل الطهوره. يعني دي واحده من مشاكل الطهوره اللي هم انا داير يعني انا داير يعني عموما الالم ده هل مرتبط بسن عمرية معينة إذا كانت في حالة مبكرة؟ هل هي مسألة مرضية؟ يعني إذا كان المسألة دي إذا, إذا 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 شغلاني إذا الحكاية دي حصلت لزولة صغيرة في السن في سببين إما يكون كان عندها التهابات شديدة جدا جدا والالتهابات دي أدت إلى تليف في الغدد دي وتقفلت الغدد دي بقت ما بتفرز المادة المسهلة دي مادة زي اللوبريكانت نحن بنقول مادة مسهلة نحن بنسميها لوبريكانت أو تكون مثلا أصلا الغدد دي أزيلت يعني أزيلت وما موجودة ودي واحدة من مشاكل الطهارة. طيب أنا دار أقول العلاج ممكن تدي شنو في الحالة دي؟ والله في إحنا كان زمان هنا كان في الصيدليات في حاجة اسمها جيركي جيل في حاجات يعني في جيركي جيل حاجة اسمها جيركي جيل وفي لوبريكانت موجودات في الصيدليات لكن بكل أسف هسه حاليا كده ده من الصعب جدا جدا إنها
طيب بالنسبه للصداع حاجه مزعجه؟ يعني بالنسبه للصداع ممكن تاخذ اي مسكن للالام وكذا، يعني حاجه عاديه؟ والله انا بالنسبه للصداع هذا انا اتخيل ليه المفروض تشوف، يعني تشوف اخصائي بتاع باطنيه، لانه ما ما لانه ربما يكون مرتبط بامراض ادويه. ايوه ايوه ما ريليتد، يعني ما في علاقه بين العمليه الجنسيه والصداع. طيب انا في نفس الاطار عشان برضه في كم سؤال متعلق بالتدخين، عشان قبل ما اجي لدكتور عصام، دير حرقه الحيوانات المنويه يمكن ده سؤال الطيب ومن مناعه والفاعليه بتاعته، ونفس السؤال ذكرته نون وقالت زوجها يمكن 35% الحركه بتاعت الحيوانات المنويه لاخر فحص. فهل التدخين اول حاجه اذا كان الانسان مدخن وبعد ذاك قام ترك التدخين، او اذا اثر التدخين بعد الزواج، او يعني دارين علاقة التدخين إجمالا إذا كان مستمر الآن فيه وما ترك التدخين، أو بعد التدخين إنه يعني تغل يعني تخلى عن التدخين، أي الأثر دارين المترتب على التدخين عموما في حركة الحيوانات المنوية؟ والله فضل. أنا طبعا هي تخيلية من العادات الضارة، العادات الضارة دي واحدة من الأسباب الأساسية اللي بتأثر في التغذية الدموية بتاعت الخصيتين. العادات الضارة هي التدخين والكحول والمخدرات، فديل الثلاثة بيأثروا تأثير مباشر في التغذية بتاعت الخصية والدورة الدموية بتاعت الخصية، وبتعمل نفس المفعول قلنا من المرة الفاتت، قلنا هنا تعمل نفس المفعول بتاع السكري، وهنا بتقفل الأوعية الدموية وبتعمل وبتأثر تأثير مباشر في التقفيل بتاع الأوعية الدموية، وبتأثر تاني بتأثير تاني اللي هي في الأجهزة الثانية، وبتأثر في إنتاج التستوستيرون وإنتاج الهرمونات وإنتاج، فبطريقة غير مباشرة ممكن تؤدي إلى ضعف في الحركة وضعف في زي زول مثلا اللي تعرض لإشعاع اللي تعرض، يعني دي كل حياة مع بعض كده بتؤدي إلى ضعف شديد جدا 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 في الحركة بتاعت الحيوانات المنوية. طيب 35% أنتوا الحركة الأمثل شنو؟ كم يعني نسبة كم؟ والله احنا بنقول اكثر من 65% دي الحركه المثاليه، 65 ولا فوق. اقل من كده ما مشكله. والله يعني في 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 صعوبه جدا. ضعف الحركه دي معالجتها كيف يعني؟ بتعالجوها بشنو؟ بتدوا شنو؟ هل علاج طوالي، دوائي، ادويه، بتلجوا للشغل اي المسارات بتلجوا لها؟ والله احنا يعني عندنا هنا في بعض الادويه مثلا عقاقير. اي عقاقير بندي الفيتامين اي، بعض الفيتامينز يعني حاجات مغويه، ندي بعض الركس كده. والحركه دي احنا المره فاتت ذكرت الحته دي، قلت الحركه من اصعب 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 طريقه للعلاج، علاج الحركه. فحتى العلاجات الموجوده والله في ناس استجابوا اديناهم، في ناس ما استجابوا، يعني في في كيسز كثيره استجابت وفي كيسز كثيره ما استجابت. طيب كويس، نحن دارين نعرف تأثير العدد السرية لكثرة عند الرجال، هل بتؤثر على الإنجاب وعلى أداء، أنا حتى أضيف لك ليها على الأداء العملية الجنسية مستقبلا بعد الزواج؟ يمكن عين من التكلم عن هو ما تزوج، تكلم عن العدد السرية وداير يشوف أثرها على الإنجاب والفعالية، وربما برضو ذكر أنه عنده علاقة بضمور الخصية على ما أعتقد، ولا بعض الآلام اللي بتكون مصاحبة بعد العادة السرية، فدل إنك تفصل لنا في موضوع العادة السرية دكتور عصام. نعم، هي طبعا العادة السرية هي حاجة شائعة جدا وسط الأولاد أو وسط الرجال، وحقيقة تمت دراسات كثيرة جدا، ناس عملوا دراسات في المجال ده وشافوا الناس اللي كان بيمارسوا العادة السرية حتى لو كان بكسرة أو بكده، وقارنوها مع حياتهم الزوجية والإنجاب وكده، فحقيقة ما في أثر واضح للعادة السرية في على الإنجاب ولا على الحياة الزوجية أو الجنسية، لا يوجد أثر مباشر. إنما الأثار التي ممكن الواحد يعاني منها اللي هو التطبع، وبالذات لو كانت العادة السرية تمت بصورة يعني غير طبيعية، يعني التردد بتاعها بيجي كثير اكثر من اللازم، يمكن تكون خشت في حاجه نفسيه. ايوه، يمكن يعني الواحد يمارس مره مرتين ثلاثه في اليوم، فده شيء نفسي اكثر من انه هو عضوي. فده الانسان الرجل بيطبع على العاده السريه، العاده السريه دائما هي ما عمليه جنسيه كامله، فبيطبع عليها وبيتعود عليها. بعدين الواحد لما يجي يواجه الحياه الزوجيه في الطبيعه
فهو بيكون متعود على هذا السرير. لما يجي مع زوجته طبعا احنا عارفين انه مراحل الاتصال الجنسي ولازم يكون في انسجام بين الرجل والمرأة ولازم كل واحد ياخذ فرصته في العملية الجنسية. فهو هناك بيكون متعود على السرعة، فممكن تجيه امراض مصاحبة. زي شنو مثلا؟ زي سرعة الغصب. زي يعني من الاشياء الشائعة جدا جدا، حتى ممكن يصل لفشل جنسي. بمعنى شنو؟ هو متعود على خلاص، يتعود على العادة السرية. وحتى في بعض الناس يعني في موجود يعني أمثلة موجودة، الواحد لو ما مارس العادة السرية ما يقدر يمارس العلاقة الزوجية. فدي بقت حاجة هي باثولوجية سيكولوجية فعلا مرض نفسي. لكن مرض عضوي هو يأثر عضويا على الإنجاب أو على الفشل او تؤدي الى فشل جنسي، فهو ربما بعض الامراض الاخرى ممكن ترتبط بها مشاكل في النظر او مشاكل اخرى في الاعصاب. لا ما عندها اي، ما عندها سرعة الغصب. لا لكن هي مشاكل ممكن تكون يعني مثلا حتى المواد اللي استعملت، مثلا لو استعمل مواد حارقه، مواد مثلا بتاثر في الاعضاء التناسليه، يعني لو استعمل مواد يعني كيميكلز برضه ممكن تكون لها دور كبير جدا جدا. الحاجه الثانيه دايره اضيفها انا لدكتور عصام اللي هي الكسرة، أي شيء يزيد من حده بينقلب لي ضده طبعا، دي حاجة طبيعية. فالزول لما يكسر من العملية دي ويكسر ويبدأ في عملية بتاعت مواصلة طوالي في العادة السرية، وتبقى حكاية بعد ذاك بتكون فيها إرهاق ذهني وإرهاق جسماني يعني تد المضار بتاعت. لكن نحن يعني بنخدها كهية تأثر مثلا في الخصيتين أو تأثر في عدد الحيوانات المنوية أو تأثر يعني ميديكالي، نحن ما شايفين. وسبحان الله يعني حتى في دراسات في هذا الموضوع، يعني في بعض الأطباء وحتى من ناحية شرعية ذكروا بعض أهل العلم فيها، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه من المسائل، ويمكن أنتم الآن أشرتوا لأنه عنده أضرار نفسية. أيوة. عنده أضرار لسرعة الغصب، فدي كلها مضار يعني متعلقة بالهناء، لكن ربما لا تتأثر في عملية الإنجاب. أنا ذا أضيف حاجة دكتور الباغر، أنه نحن عارفين أثناء العملية الجنسية سواء كانت كاملة أو أثناء العادة السرية أنه في تغيرات بتحصل في الجسم سواء كان في الأعضاء التناسلية أو في بقية الجسم. مثلا النبض بزيد، الضغط بزيد، سرعة التنفس بزيد. ففي بعض الناس يعني بيفتكروا للأشياء يقول لك يا أخي أنا صار لي كده وصار لي صداع عزناء، وقد تكون أشياء طبيعية بيحصل التغيرات دي وبعدين تدريجيا بتنزل يعني كلها جسم برجع، لكن ده من الأشياء الطبيعية. طيب دكتور مامون، داير حيلك لسؤال أخونا عبد الرحمن من بورسودان. أيوه. تكلم عن الحيوانات المنوية بالنسبة له 4 مليون، أول حركة بتاعته زوجته عندها مصابة بالSLE، وهو أو مشاكل في الكلى برضو، وذكروا له عنده دوالي قبل سنة ونص، ويمكن متزوجين له 3 سنة. فهو داير يوازن بين أنه يعني هل مسائل المرض اللي عند زوجته وعلاجه هو، ودائر هل في أثار مترتبة على هذه المسألة؟ يعني هو يخشى لو حصل أي إنجاب بيترتب على مرض زوجته ده، لو فهمت أنا السؤال هكذا يعني. تفضل. والله ليس لي كتار بيجيوا عادي، ما عندهم أي مشكلة. ما عندهم أي إشكالية، وبس حتى لو بيأخذوا في دراكسة كده معينة مرات بيكون في كونترافيرشن مع الحمل، لكن أنا أتخيل ما في إشكالية. لكن مشكلة فيه هو عنده عدد الحيوانات المنوية بتاعته 4 مليون. 4 مليون ده دكتور عصام تخيل لي العدد الطبيعي سترونج انديكيشن لتلقيح. العدد الطبيعي كمان ممكن في بعض الناس بيقولوا 4 مليون دي يعني تلقيح التوتال الكميه بتاعت الحيوانات الموجوده في كل السهيل المنوي في الغصب. اذا كان ما وصلت زمان بيقولوا 50 مليون العدد الكلي، هسه حاليا بيقولوا يعني نزلت المعايير، نزلت قالوا 35 مليون. إذا كان هو بتختلف، إذا كان 4 مليون في 2 سي سي مثلا 10 مليون كمية بسيطة بسيطة شديد. بعدين دي بتحتاج يمشي يقابل ناس مراكز الخصوبة، يعني الخصوبة ديل هم بيقدر يحددوا ليه، بيعملوا فحص ثاني بيعيدوها بيشوفوا العدد بتاعه فعلا. لو لقوها 4 مليون أو أقل من 8 مليون، نحن الناس اللي عندهم أقل من 8 مليون ديل بيعملون برنامج براهم. الناس اللي فوق في الحقن المجهري وفي التلقيح الصناعي، يعني هو بعد ذاك التلقيح الصناعي وفي التلقيح المجهري برضو. فالثلاثة حالات دي بتعتمد اعتماد كله على عدد الحيوانات المنوية. فأنا أعتقد أنه حقه يمشي طوالي لمركز مراكز الخصوبة دي. أنا أضيف ويشوف الحاصل شنو. دار أضيف حاجة
يعني هو الكلام كده على التلفون صعب انك انت تقدر تقيم الحالة. لانه انا لازم احدد الاسباب. تحديد الاسباب بي من اخذ التاريخ المرضي والكشف السريري وعمل الفحوصات اللازمة. لانه احنا بنعرف انه في العقم الرجالي في اشياء كثير تعالج على عكس الشيء الشائع وسط كثير من الناس او كثير من الاطباء انه العقم الرجالي لا يعالج. لا، في بعض العقم الرجالي يعالج، منها التهابات، سواء كان في التهابات، انا اذا كان وجدت التهابات في السائل المنوي او التهابات في مناطق اخرى تاثر على السائل المنوي، اذا كان عالجت الالتهابات فبالتالي انا بعالج العقم. في اسباب هو قال الدوالي، واحده من الاشياء ممكن معالجه الدوالي. الدوالي احنا خليك تفصل في الدوالي دكتور بعد نستمع لك كل التلفونات ان شاء الله. تفضل. الموضوع كبير ومهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه ام احمد. ام محمد الكبيره، تفضلي يا ام محمد. اهلا بك، تفضلي. ام محمد من الجزيره، تفضلي يا ام محمد، نسمعك جيدا. يلا عندي سؤال. تفضلي. يلا عندي ولدي عمره سنتين ومولود يا اختي وانا. شنو قلتي ولدك؟ ولد عمره سنتين ومولود بخصيه واحده. هاي بخصيه واحده. هاي ايوه دي المشكله. ثاني ما في مشكله. ها بس في المتسربات يعني ما ادوني نتيجه واضحه. طيب لا يعني بس مشكله كانت في انا النفسي يعني يعني كان بعد الزواج اتاخر الانجاب لمده 4 سنين. ايوه بس لي عمري سنتين وما اخذت اي مانع بداخلي. أيوة. طيب في المستشفى قالوا لك شنو التشخيص ولا عملوا لك شنو في المستشفى؟ يلا تقابلت مع اخصائي كان لما مشيت معه في المستشفى للطفل قام قال لي المساله دي لسه بتنزل بعد كم سنه وانا دايره اشوف يعني الاخصائي بتاع الاطفال. طيب كويس. يمكن سؤالك واضح. في سؤال لي يا دكتور؟ والله عملت موجات صوتيه. عملتي موجات صوتيه ليه؟ اي عملت موجات صوتيه. الخصيه الثانيه ما موجوده خالص ولا موجوده؟ يا ام محمد بعد عملتي الموجات الصوتيه ها؟ يلا بيتيجي بسرعه ما موجوده. أيوة. ما موجوده خالص. ما ظهرت. ما موجوده الميزه. ولا في الموجات الصوتيه ما ظهر، حتى فوق معلقه ولا معلقه. موجات صوتيه ما في. خلاص كويس. طيب عندك الخصيه الثانيه نازله كويسه. الخصية الثانية نازلة ما فيها حاجة. الخصية الثانية موجودة وقاعدة وحتى انه الكيس بتاعها الفاصل حقها موجود. كلام. طيب يا ام محمد عندك سؤال ثاني؟ لا بس يعني موضوع الانجاب ذاته بالنسبة لي انا. الانجاب، يعني انت غير محمد ده ما عندك ثاني حاجة. لا بس محمد وقام في تأخير في الانجاب كان عليه سنتين. اتزوجت لكم كم سنة؟ لينا 6 سنوات كده ما لسه حمودي كان عمره 4 سنة ما انجبته. انجبتي محمد بعد 4 سنوات. زوجك من الزواج. زوجك موجود؟ والله بل زوجي ظروف العمل ما متواجد معنا. برا السودان؟ لا ما برا السودان، لكن شغال بس مسافات العمل بعيده يعني بيجي بعد 22 يوم بعد 15 يوم. طيب ان شاء الله تستمعي لنصائح ام محمد في هذا الاطار ان شاء الله. شكرا لك. تسلم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا دكتور؟ يديك العافيه. تفضل يا استاذ زواه. الله. الله يكرمك. يا اخي بستفسر من يعني زي نحو حاجتين او ثلاثه حاجات. اول شيء بالنسبه للكميه المعقول المفروض هي مقدار القذف بتاع الرجل كميه المويه لو افترضنا عليها. طيب. الكمية الطبيعية كم؟ دي واحد. طيب. اثنين في حالة الزوج ليه سنتين احيانا بنطول في العملية الجنسية يعني من عندي انا بطول احيانا بناخذ فوق الوزن ما بين 10 الى 15 دقيقة واحيانا بناخذ 3 دقائق فما اعرف هي مربوطة بحالة نفسية ام هي حالة مرضية او الشيء الطبيعي كم؟ يعني الماكسيمم او المينيمم بتاعها اعلى حاجة او اقل حاجة. ممتاز، سؤالك واضح. طيب السؤال الثالث؟ لانه احيانا بنطول بناخذ زمن طويل فوق ال 15 دقيقة واحيانا بناخذ اقل من 5 دقائق. طيب.
فهي ابتدات يعني احيانا بتصاحبها تعب، بتصاحبها من 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 الزوجه ومن كده، يعني بيحصل ضيق. طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث بالنسبه للاضطراب الحمل، فما في الايام ايام الحمل، هل اذا بيقول في ايام ايام الخصوبه، ايام الخصوبه ولا ايام الذهبيه؟ ايوه ايام الخصوبه ولا ايام الذهبيه. ففي الحاله بتاعت مثلا احيانا احنا في علي يعني ما بنكون قاعدين متواجدين طوالي. فاحنا في عندنا طفلين الحمد لله. طيب. ففي المده بتاعت الايام اللي هي من 9 ل 10 هل ممكن يحصل فيها حمل؟ يعني انا حسب معلوماتك قبل كده قالوا لي الدكاتره هل هي صحيحه انه ممكن الاضطراب اللي كان يوم 10 بتاخذ بيحصل تخزين في البويضه وبيقوم بيحصل الترقيح بعد يوم يومين اللي هو يوم 12 13 ولا الحاله دي؟ ان شاء الله سؤالك واضح في الجزئيه دي، ان شاء الله بيوضحوا لك الايام الخصوبه المعلومه عند الاطباء. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. معك ابو عبد الرحمن الدرشاب يا اخي. تفضل يا ابا عبد الرحمن، تفضل. دارين متوسط العمليه الجنسيه بالنسبه للزوجه يعني. متوسط شنو؟ العمليه الجنسيه يعني كان تقدر تعمل ديلي. ليه ماشي؟ بتأشر معاه وبتدق يومي. ايوه انا يومي. ايوه طيب يومي. سؤالك واضح يا ابو عبد الرحمن، عندك اي سؤال ثاني؟ شكرا يا امير. الله يكرمك، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكتفي بهذه الاسئله. الليله الحلقه ما شاء الله الاسئله كثيره. احنا خصصنا الاسئله لانه حبينا انه نشرك المشاهدين في هذه الحلقه والمتصلين والمستمعين باكبر عدد يمكن. في هي اكثر من سؤال يعني، ربما اي واحد فيهم سائل اسئله كثيره. طيب ام محمد يا دكتور مامون تكلمت يمكن عن الخصيه الواحده. هل هي مساله اول شيء يعني شائعه، ربما ممكن الطفل يولد بخصيه واحده، ومتى يمكن تظهر الخصية الأخرى بعدين غير الموجات الصوتية؟ هل يمكن هنالك أي فحوصات أخرى تجرى لمثل هذه الحالات؟ تفضل. والله أهم فحص اللي هو طبعا الفحص بتاع الطبيب نفسه اللي هو بيحدد هل موجودة ولا ما موجودة. أنا كثير من الحالات بيجينا حالات بيقولوا أنه ما موجودة الخصية، أنت لما تكشف على الطفل بتلقى الخصيتين موجودات ونزلات والحمد لله ما في أي مشكلة. دي حاجة. الموجات الصوتية طبعا دي الحاجة الوحيدة اللي بتوريك الحاجة تحت التيشو، تحت الخلايا، انت مش الانسجه. اي تحت الانسجه بتوريك. وانس ان عملت المويات الصوتيه وقالوا له ما موجوده خالص يبقى ما في مشكله، لكن اللي لو في موجوده لازم تعمل عمليه ولازم تتنزل، يا تتنزل يا تتشال عشان ما تاثر في الخصيه الثانيه السليمه. بالنسبه للانجاب عندنا ناس يعني ما في تاثير، خصيه واحده بتادي نفس الفانكشن اللي بتاديه الخصيتين. يعني بينجب واي حاجه ممكن ينجب بخصيه واحده، ما في اي اشكاليه في المستقبل بالنسبه لحياته العاديه، ما في اي مشكله جنسيه، ما حتكون عنده مشاكل، ما في اي حاجه، بخصيه واحده كفايه خالص، ما في اي مشكله. طيب حضرتك تقدم لنا نصائح، لانه برضه قالت الانجاب بعدك تاخر وزوجها اظن ما بيكون متواجد، فهذه مسائل متعلقه بوجود الزوج. والله هل هي ظروف الحياه وبالذات ناس المناطق الريف اللي بيجوا هنا يقعدوا شهرين ويمشي في شهر يمشي قبل الضحيه باسبوع ويجي رايح، فتجي لما انت تحسب مثلا تلقاها هسه عدم الانجاب بتاعها ده اربع سنين، ممكن تكون الفتره اللي احنا الموجود معاها لو حسبنا الايام كده جمعناهم كده مع بعض ما بيطلعوا لهم شهرين ثلاثه. يعني زول في السنه بيمشي لها مرتين او في مثلا يمشي لعيد الضحيه وعيد الفطر. ممكن ان احنا ممكن في النصيحه الجزئيه دي السؤال الثالث لاخونا واو، والسؤال ممكن توضح الايام الذهبيه للتبويض على اساس انه الاوقات اللي بتنجب فيها البويضه وبيحدث فيها التلقيحيات الايام. نحن بنقول العشر يوم في النص، يعني مثلا لو اخذنا الدوره بين كل دوره ودوره قلنا 30 يوم او قلنا 28 يوم. يعني مين بدا من اول يوم؟ انا بقول لهم من اول يوم الوحده ما صلت فيه، يعني من اول يوم ما صلت فيه لانه من اول يوم من الدوره. ايوه اول يوم خلاص سابت الصلاه خلاص يعتبر اول يوم. فبتحسب لحد اليوم مثلا قول 10 11 تبدا ايام كل هي زي الهرم تبدا طالع اقصى قمه في اليوم ال 14. طيب فالهرم ده كل ما نزل لتحت كل ما ابتعد، يعني مثلا 12 14 ده احسن يوم، تحته طوال 12 13 تحت منه 11 تحت منه 11 6 15 10 6 17 كل ما نزلنا لتحت كل ما ابتعدت احتمالات الحمل.
يعني افضل ايام انا بقول 12 13 4 يعني مثلا لو جينا مسكنا اصابعين ديل 12 13 14 5 يعني 12 13 14 15 16 دي ايام تقريبا او 13 12 ده من اول دم نزل اول يوم ما صلت فيه انا بقول لهم اول يوم ما صلت فيه يعني ما بعد دائما احنا اول يوم بنحسبه اليوم الماضي يعني مثلا جات الساعه 11 بالليل ما خلاص يصلي العشاء يقبل صلاه الصبح حيكون ثاني يوم هو اول يوم ممتاز فده بنحسب اول يوم فبتحسب بعد ذاك اليوم ال 12 ال 12 ده طبعا من 12 13 14 15 خمسه ايام دي بتكون اول اسبوع ده بيكون اكثر الخصوبه العاليه 90% من الحالات دائما بتكون في لكن في 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 بعض العلامات انه الرجل المفروض يحسها انه الزوجه دي يعني مثلا درجه الحراره بتزيد درجه حرارتها بيقولوا احنا الريكتال تمبريتشر بتزيد بذات حركه المستقيم بتزيد اثناء عمليه التبييض فديت الحراره بتزيد بتكون يعني المراه ذاتها هي يعني شيء يعني دي تغيرات اي تغيرات من حاجه فيسيولوجيه فيها كده بتتغير فالرجل ذاته بيلاحظ انه الزوجه يعني محتاجه له. طيب شكرا لك دكتور مامون على هذه الافاده. دكتور عصام يمكن اخونا واو برضه تكلم عن المقدار الكميه، هل في مقدار لكميه الغذاء في معينه؟ هل دي بتؤدي مؤشرات او كميه السائل المنوي بتؤدي مؤشرات انه في ضعف في السائل المنوي للانجاب وانتم متخصصون في موضوع امراض الذكوره؟ تفضل دكتور. نعم هو على حسب الـ 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 العرف الدولي او في حاجه اسمها WHO الصحه العالميه اللي هو الجايد لاينز الغايد في التحليل بتاع السائل المنوي انه الكميه الطبيعيه بتتفاوت بين 2 الى 5 سي سي ده الطبيعي في الغصفة. ورجعوا في الاخير في اخر ورقة عن الموضوع ده انه قللوا الكمية بقت 1.5 الى 5 سي سي بمعنى مل. فدي الكمية الممكن يتم فيها الانجاب بطريقة صحيحة دونه يكون في مشاكل سواء كان اقل او اكتر 1.5 الى 5 سي سي. طيب برضو دكتور عصام تكلم عن المده الزمنيه، هل فيها اشكاليه مرات تكون 15 دقيقه او مرات 3 دقائق؟ هل هي دي حاله مرضيه؟ والله بتتفاوت بين شخص الى اخر، بين الزوجين، بين البنيان الجسماني بكذا، لكن المعروف انه العمليه الجنسيه بتاخذ خلال دقائق وليس اكثر. فاذا كان مثلا هو بربع ساعه اذا كان استمرت اكثر بيحصل إجهاد لأنه إحنا بنعرف في تغيرات بتحصل أثناء العملية أنت لا يمكن إنك تستمر أكثر من 15 دقيقة بيحصل إجهاد في تغيرات في القلب في الدم في الضغط في النبض في التنفس فبيحصل إجهاد فهي خلال دقائق يعني أنا أفتكر هي الصحيح خلال دقائق أكثر من كده فهي غير طبيعية مفروض طيب المعاشرة الزوجية هل عندها تأثير في الإنجاب إذا كانت تمت بصورة يوميا أو أكثر في اليوم الواحد يعني حسب سؤال أخونا أبو عبد الرحمن؟ هو حقيقة ما في تأثير لكن أخذوا الغراءات قاموا حللوا لواحد بيمارس يومي وواحد بيمارس كل يومين ليقول أنسب اللي بيمارس كل يومين لأنه أنت لو مارست يومي بتقل الحيوانات المنوية الإنتاج المصنع بيقل لو أنت كل يوم بتطلع فبقل فليقول أنسب إنه يوم بعد يوم أو كل يومين أو هكذا أنسب من اليوم أو كده لكن برضه بتعتمد في الاخير على طبيعه الشخص وصحته وبنيانه وكده. في برضه حاجه بسيطه اضيفها انه الناس اللي بيكسروا من العمليه الجنسيه دائما لقوا انه في نسبه كبيره منهم بيتعرضوا للبي بي اتش اللي هو التضخم بتاع البروستات. فيعني لقوا في علاقه كبيره جدا جدا ما بين كسره الممارسه الجنسيه ويعني ناس واحد متزوج اثنين ثلاثه اربعه ما زي الزور العادي يعني الناس ديل اكثر قابليه لانهم يجيهم التضخم في البروستاتا. طيب العمر المناسب دكتور مامون لعلاج ارتفاع الخصيتين؟ وبعدين يمكن قبل دكتور عصام برضو ذكر لي موضوع الدوالي وده سؤال اخونا من بورسودان يعني علاقته بالانجاب موضوع الدوالي الخصيتين نحن دارين نعرف متى تتدخلون في لحظه الولاده او عدم وجوده في مكان الخصيه منذ الولاده يعني العمر المناسب للتدخل الجراحي في الخصيتين والله اقل من 6 سنه هو 6 سنه اقل من 6 سنه هم انا اضيف في الحته دي يعني هو ده موضوع مهم جدا جدا ومفروض الوالدين هم يهتموا ولا بد انه الواحد يشوف طفله هم بيقولوا الخصيه لو ما نزلت خلال السنه الاولى انت بتنتظرها لحد نهايه السنه الاولى في
في كثير من الأحيان بتنزل في نهاية السنة الأولى. فأنت السنة الأولى دائما بتدان انتظار، السنة الثانية في نهايتها يجب التدخل الجراحي، لأنه لو ما حصل تدخل جراحي في الوقت المبكر تحصل تغيرات في الخصية. أنت بتضمن في العمر يعني ممكن 6 سنين أنت تتدخل وتكون كويسة، لا ممكن برضو يحصل تغيير في 3 سنين. فهم قد يكون في كثير من الدكاترة يجمعوا أنه في نهاية السنة الثانية التدخل الجراحي أفضل. طيب يعني ده يمكن الستاندر الآن الموجود عندكم. طيب دكتور مامون، ونحن نتكلم عن الأمراض الجنسية أو التصنيفات، يعني لو دارينك تكلمنا عن الأكثر أمراض يعني ممكن تؤثر على عملية الإنجاب، هل هي مشاكل القلب، هل هي مشاكل الجهاز التنفسي، هل مشاكل الغدة، الثايرويد أو غيرها من الأمراض الأخرى؟ أياته أمراض يعني هل هي الأمراض المنغولة جنسيا ولا الأمراض بتأثر في الضعف الجنسي؟ الأمراض اللي بتؤثر في الضعف الجنسي، الأمراض بتأثر في الضعف الجنسي إحنا ما قلنا قسمناها مثلا أمراض القلب الكارديوفاسكولار، يعني زول بياخد في حبوب بتاعت قلب وياخد في حبوب بتاعت نايتريس وحبة تحت اللسان، فده بيكون عنده إشكالية كبيرة جدا 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 في 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 يكون عنده إشكالية جدا جدا في الانتصاب. الناس برضو اللي بياخدوا في علاجات اللي عنده ارتفاع شديد في ضغط الدم، قلنا ارتفاع ضغط الدم في نفس في حد ذاته بيقلل من الانتصاب. وعلاجات نحن عندنا 8 جروبس او 8 مجموعات اللي هي 8 مجموعات اللي هي لعلاج ضغط الدم. الثمانية مجموعات دي أسوأ مجموعتين اللي هم بيأثروا تأثير مباشر في الانتصاب اللي هي الديوريتكس اللي هي زي ما انت عارف الديوريتكس مثلا لازكس والسبيرولاكتون المدرنات للبول دي ده واحد. واثنين البيتا بلوكرز اللي هو زي التوتامول أسيب بياخدوا فيه الناس طوال بكميات كبيرة جدا. أنا أي واحد رجل بياخد في التوتامول بوقفه طوال بيولوجي ليتو تو في بدائل ليه ولكن طبعا نحن عندنا الايت المجموعات الثمانيه ديل في 3 مجموعات بس اللي هي ما بتاثر. عشان كده احنا بنقول انت لما تعمل ايفالويشن للمريض وتشوفه وتشوف حالته شنو والضعف الجنسي جاي من وين ممكن بتغيير بسيط. يعني مثلا الزول بياخذ فيتامول عنده ضعف جنسي شديد جدا، انت الليله لو غيرت الدواء بتاعه ده طوال مشكلته اتحلت، طوال المشكله هتتحل. فيعني في 3 مجموعات قلنا من المجموعات دي. اول مجموعه البازو دايليترز الموسعات ايوه، والمجموعه الثانيه حاجه اسمها الاي سي اي انهيبيترز اللي هم ناس الكابتوبريل والجماعه دي، والمجموعه الثالثه اللي هي الكالسيوم شانل بلوكرز اللي هم ناس الالفا الكبريس والجماعه دي. فديل 3 مجموعات ما بتاثر في شنو في الوظيفة الجنسية، لكن الخمسة مجموعات الثانية الموجودة الخمسة مجموعات الثانية اللي هو قلنا البيتا بلوكرز والديوريتكس والمدرنات دي كلها هم بتأثر. كم دي هم كم مجموعة بتأثر تأثير طيب مباشر. التأثير ده هل تأثير كلي ولا تأثير جزئي يعني نسبي يتوقف بيتوقف العلاج أو توقف استعمال العقار؟ والله ناس يعني بيكون في تأثير شديد بجد بيكون في تأثير شديد. يعني دائما بيجونا بيشكوا بيقول لك يا أخي نحن والله يا أخي ما اديتونا الدواء ما ادوني الدواء ده أنا بقت حكايتي بارزة شديد. يعني دائما بيكون في تأثير شديد، ومجرد ما غيرنا له ونحن المجموعة، وأنا دائما بشاور زملائنا أخصائيين القلب دائما بشاورهم أيوة بشاور بالذات عندي دكتور صديقنا الله طلب الخير دكتور ياسين محمد عبد الحي، فدايما بشاور في الحته دي ودايما بيورينا يعني بعض الدركس اللي طيب انا دارك لو انت نصحت توجهها لناس مصابين خلاص هم مصاب بضغط الدم هو مصاب باي مرض عضوي اخر وبيأثر عليه يعني داري ينجب بتنصحهم بشنو يعني عشان مسارهم يكون متضح يعني ياخذوا العلاج تحت اشراف طبي يكون فولو اب بينكم وبين الاختصاصين بتاع باطنه؟ ما هو مجرد ما مشى للطبيب وشرح مشكلته للطبيب والطبيب صنفه فئات مجموعه او فئات يعني مثلا حتى الجهاز التنفسي حتى الناس اللي عنده يعني جول عنده سي او بي دي اللي هو عنده اوبستركتيف فدم صعب جدا ده اصلا عنده مشكله بتاعه اكسجين عنده مشكله بتاعه ما حيقدر مثلا ده علاجه انك انت تديه برونكو دايليترز وتساعده في انه شنو توسع الشعب الهوائيه بتاعته.
الزول اللي عنده اللي عنده اللي هي بيسموها شنو السليب ابنيا برضه ده برضه عندهم مشكله جدا جدا النفس. ايوه عندهم مشكله كبيره جدا جدا. الناس اللي عندهم يعني تليف في الكبد او عندهم فشل في الكبد دي برضه مشكله. الناس اللي عندهم فشل كلوي قلنا الفشل الكلوي بمشاكل كثيره من الانيميا وكله برضه بيكون عندهم مشكله بتاعت طيب ممتاز. نحن ان شاء الله يمكن تبقت لنا يمكن 4 أو 5 دقائق سريع كده. عندي يمكن كم محور ما قدرت اغطيها، عارف انه وصلنا في حلقه ثانيه لكن شكله انتم محتاجين نحن ان شاء الله نواصل معاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله في هذا الموضوع الذي هو تخصص جديد في الساحه وغير معروف لدى كثير حتى للعاملين بالحقل الطبي. دكتور عصام، نحن دارين هل علاج العقم الرجالي فعال الان؟ الطرق المتبعه عندكم الآن تكلمنا عن العقم، أنت عرفته وديته تفصيل ليه، دكتور مامون تكلم عن التصنيفات بتاعاته المرتبطة بالأعضاء المرتبطة بالأمراض العضوية، لكن دارين هل العلاج الآن المتبع عندكم أنت اختصاصي ذكورة هل هو فعال؟ نعم هو 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 ما بنقدر نقول فعال بذات العقم الغير موجود أسباب واضحة بالنسبة له في صعوبة أي لكن يمكن علاجه إذا كان وجدنا الأسباب وعلينا الأسباب يمكن علاج. بل حتى العقم الغير موجود الاسباب الواضحه له والعقم الشديد اللي هو بسموه سيفير ميل فاكتور انفيرتيليتي الان صار في حاجه اسمها الاخصاب المساعد. نحن بنعرف الان اطفال الانابيب والتلقيح المجهري فالناس بتلجا للاشياء دي حتى اذا كان في الحالات الصعبه جدا جدا. لكن انا زي ما ذكرت في العقم الاسباب بتاعته كثيره جدا، منها دوالي، منها التهابات، منها خلل في الهرمونات، دي كلها أسباب ممكن تكون بتتعالج. إذا كان وصلت النقطة لا يمكن الرجوع منها فأنا بواصل في بعض الأشياء، أنا بواصل في علاج الإخصاب المساعد. الإخصاب المساعد هو باب واسع جدا جدا، في ناس بيلجوا من الإخصاب المساعد بتاع التلقيح الصناعي هو أقل درجة صعوبة من الأطفال الأنابيب ومن التلقيح المجهري. فأنا بقول نعم يوجد علاج للعقم الرجالي. ممتاز. طيب دكتور مامون، ونحن في ختام هذه الحلقة الثانية عن موضوع العقمة والأمراض الجنسية وتصنيفاتها، المرة فاتت في الحلقة يمكن أشيرنا سريع كده على تعريف موضوع الضعف الجنسي له وما تكلمنا عن العلاج. نحن دارينك تدينا روشتة كده على الهواء لكيفية العلاج بتاع الضعف الجنسي عند الرجال تحديدا. والله زي ما قلت لك أول حاجة أنت لازم تحدد الإشكالية وين. يعني هل الإشكالية يعني جسمه ده الخلل بتاعه وين؟ يعني دائما الضعف الجنسي ممكن يكون زي ما قلنا من البداية، هل هو يعني حاجة خلقية ربنا خالقه كده ولا حاجة dysfunction يعني حاجة وظيفية؟ بعد ذاك الوظيفة ياتوا وظيفة في العملية الجنسية اللي فيها الخلل. احنا نعرف انه العملية الجنسية تبدأ من السنترال نيرف سيستم، يعني زول عنده شلل مثلا، زول عنده شلل نصفي اخذنا المثال، يعني مثلا احنا حتى احنا بنصنف عشان يعني ده السنترال نيرف سيستم، زول عنده شلل نصفي، حتى احنا الشلل النصفي ده دائما الشلل بالشمال دائما الشلل بالشمال بيكون بالنسبه لنا عنده ضعف جنسي اكثر من الشلل باليمين. ليه؟ لانه مرتبط ارتباط وثيق جدا جدا بوجود الخلايا السنتر بتاع السكشوال سيتس الموجوده في 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 في, في, في الهيمسفيرز اللي هي في المخ، في خلايا المخ. فبتكون الوضع بالنسبه لك يعني انت لازم تحدد النقطه الاساسيه. بعدك ممكن يكون بياخذ في دواء، ممكن يكون عنده فشل، هذا تعالج اسبابه، هاي تعالج الاسباب ودي حاجه الاساسيه، الحاجه الاساسيه. بعدك في ادويه بكميات كبيره جدا، يعني في طبعا اساسيل سيلدينافيلسي اللي هي الفياجرا بكميات كبيره جدا، في اللي هي التدافيل اللي هي السياليس، وفي هسه اللي بيتر اللي ما خشت السودان لحد هسه وان شاء الله تخش في الايام القريبه، مع انه ما فيها حاجه والسبورت النفسي او الدعم النفسي. ايوه العلاج السايكوجينيك، دي قلنا 50% السايكوجينيك وتكلمنا عنها من المره اللي فاتت وقلنا من الطفوله وتناقشنا فيها كثير مع دكتور عصام انه الطفوله لها دور كبير جدا جدا في التربيه الجنسيه للاطفال. شكرا لك دكتور مامون عثمان احمد ناصور، استشاري امراض الجلديه والذكوره والعقم، كنت ضيف معانا عزيز وفي سمح العافيه. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور الباغر، كثر خيرك وبارك الله فيك، وان شاء الله دائما كده من تقدم الى تقدم، ونتمنى ان شاء الله يكونوا ناس استفادوا من الحلقه واستفادوا من الاسئله و حقيقه يعني استفادوا، وانا استفدت معاهم. يعني الله يديك العافيه، بقينا خبراء معكم في امراض الذكوره. يا مرحبا بك. كما نشكر كذلك دكتور عصام عثمان الغزالي، استشاري امراض الجلديه والذكوره العنق بمصيفه خرطوم، كنت ضيف معنا في سمح العافيه. شكرا لك. شكرا يا دكتور الباغر وكثر خيرك، وان شاء الله التواصل دائما يعني.
كما نشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على هذه الحلقة التي خصصناها لأمراض العقم والذكورة والأمراض الجنسية، والتي نامل إن شاء الله أن تكون قد استفدتم منها. والتحية عبركم لكل الذين شاركونا بهذه الاتصالات، والتحية للذين لم يحالفهم الحظ في الاتصال بنا في هذه الحلقة التي خصصناها لهذا الموضوع الكبير والمهم. ونأمل أن نجدد معكم في سمح العافية المواضيع الشيقة والمتعددة. يا سادة في سويداء القلب مسكنهم، وفي منامي أرى أني أعانقهم، أوحشتمونا وعز الصبر بعدكم، يا من يعز علينا أن نفارقهم. لكم تحياتي وتحيات الزملاء، كما يقول شيخنا محمد اللمين، أشركوهم معكم في الدعاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طيب سمح العافية، طيب فيه عيش حلو صافية، من طيب سمح العافية، من طيب سمح العافية، سمح العافية بالخير كمان ترويها بحروف جميلة وصافية، من طيب سمح العافية بالخير كمان ترويها بحروف جميلة وصافية.